السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المتابعين في هذا الفيديو الجديد والذي سأتكلم فيه عن تحضيراتي للجولة 21 من فانتازي الدوري الإنجليزي 2019-2020. ولكن قبل أن أتكلم عن تحضيراتي للجولة 21، ضروري نراجع اللي صار في الجولات 19 و 20. بالنسبة للجولة 20، زي ما تشوفوا جبت 51 نقطة، متوسط كان 54، وهذه هي الأسماء اللي جابت لي النقاط. بالنسبة لحراسة المرمى كان اختيار غير موفق، راين تمكن من حصول على شباك نظيفة قدام بورموت، في حين هيتون لم يتمكن قدام واتفورد. أنا كنت حاط في بالي أن واتفورد هجوميا ضعيفين، فلهذا السبب يعني اخترت هيتون يكون أساسي، لكن للأسف هذا اللي صار. وبالإضافة في الجولة هذه، جولة 20 بالذات، العديد من المدربين قاموا بعمليات مداورة وإراحة للاعبين الأساسيين، وهذا ما أثر في نتيجة العديد من مدربي الفانتازي. ولكن لحسن الحظ في تعويض من بعض اللاعبين، زي تشوفوا بالنسبة للاعبين الأساسيين اللي لم يلعبوا أي دقيقة، عندك سويونشو، فاردي، لونسترام كان مصاب بعض الشيء، إصابة بسيطة، غرينوود لم يلعب أي دقيقة قدام المباراة اللي قدام بيرلي، إضافة لوان بيساكا للأسف الشديد في المباراة اللي اليونايتد جابوا فيها شباك نظيفة وان بيساكا مشاركش أساسي، إضافة إلى شيء أسوأ بكثير وهو أورير سجل هدف ضد مرمتا في مباراته قدام نورويتش. مباراة غريبة يعني، توقعت شباك نظيفة وأداء هجومي لأورير، يحدث العكس. ولكن في نفس الوقت عوضني كل من مارسيال ودي بروين، أجويرو، إضافة لسيغورتسون، أعطيته الكابتن، هو قام بصناعة هدف وحصل على نقطتين بونص، فعوضت بعض الشيء. لكن للأسف الشديد نزلت في الترتيب العام، كنت في 50 ألف على العالم، الآن 114 ألف على العالم. وعلى ما أعتقد يعني العديد، بالإضافة إلى ترتيبي في دولتي، يعني نزلت كنت في 30 تو في 52. على ما أعتقد العديد من المدربين لم يتحصل على نتيجة ممتازة في هذه الجولة بالذات بسبب عملية مداورة لعدد الكبيرة يعني في هذه الجولة. حاول أراجع اللي صار في الجولة اللي فاتت اللي قبل هذه، يعني هي الجولة 19، حصلت على 53 نقطة فوق المتوسط. هيتون جاب لي شباك نظيفة، أورير ومساكا مشاركات هجومية، مارسيال سجل هدفين في تلك المباراة، غرينوود سجل هدف، ولكن ما فيش أي لاعب عندي في الأساسيين لم يلعب أي دقيقة، وبالتالي لم أستفد من نقاط جابها غرينوود. الكلام هذا طبعا في الجولة 19. على كل حال هذا اللي صار. نجي توا نشوفوا شنو بالنسبة لفريقي في حالة مانيش مداير أي تغييرات. الجولة القادمة جولة 21 حتبدأ يوم الأربعاء ويوم الخميس في مباراة واحدة هي ليفربول ضد شيفيلد يونايتد. بالنسبة لحراسة المرمى عندي راين قدام تشيلسي، هيتون قدام بيرلي. صراحة حنبدأ بهيتون،
تشيلسي يعني ما أعتقد حيسجل هدف ضد برايتون. بالنسبة لخط الدفاع، وان بيساكا بما أنه ما لعبش المباراة اللي فاتت فأكيد حيبدأ في المباراة هذه. نفس الكلام بالنسبة لسويونشو، مشكوك في بالنسبة لأورييف إنه يشارك أساس هنا، ممكن يريح مورينيو في المباراة هذه إن شاء الله. فبالنسبة في حالة يعني أورييف ما لعبش أي دقيقة، لازم نفكر من هو المدافع اللي يكون رقم واحد في الرقم الثاني هنا، حيث انه يدخل هو بديل لأورير في حالة لم يلعب اي دقيقة. عندنا كيلي قدام نورويتش ولونسترام قدام ليفربول. لونسترام اكيد حيلعب، يعني هو اكيد جاهز قدام ليفربول، حيكون جاهز، ولكن شباك نظيفة ما اعتقدش. وهل في مشاركة هجومية؟ ما مش عارف، خاصة أن المباراة خارج أرضه، فممكن نقوم بالتغيير هذا، خلي كيلي رقم 2 ولونستر رقم 3، بحيث أنه يعني في حالة أورير لم يلعب أي دقيقة يدخل مكان كيلي. سأحتفظ بهذا الإجراء. لو في حد عنده رأي بخصوص هذه النقطة يريد يدويلي في التعليقات. هذا فيما يخص خط الدفاع. في الاحتياط حنخلي جرينوود أساس، جرينوود رقم واحد في الاحتياط. أنا ما أعتقد أنه حيلعب، حيشارك بعض الدقائق قدام أرسنال بحكم أنه يعني لم يلعب أي دقيقة في المباراة اللي فاتت، وممكن يعني نشوفه مارسيال احتياطي. حنخليه رقم واحد في الاحتياط هنا. بالنسبة لأوزيل وسيغورتسون دي بروين وماديسون، ماديسون أكيد حيلعب لأنه شارك في دقائق قليلة المباراة اللي فاتت. دي بروين مشكوك في أمره، مش عارف هل حيلعب أساسي ولا لا قدام إيفرتون، لأن المفترض يعني يرتاح لأنه لعب مبارتين دقائق كثيرة، يعني لعب في المبارتين اللي فاتوا، مش عارف يعني هذا ما نضمنش يعني انه يكون اساسي. بالنسبة للهجوم اغويرو وفاردي، فاردي اكيد حيلعب اساسي ان شاء الله، اغويرو مش عارف يعني الامر مش مضمون. على كل حال هذه بالنسبة للكابتنة، عفوا لاختيار الكابتن حيكون يا اما فاردي يا اما ماديسون. بصراحة حنختار فاردي انه يكون كابتن وماديسون يكون كابتن احتياطي، لان هما الاثنين ان شاء الله حيلعبوا المباراة هذه لانهم متريحين المباراة اللي فاتت. فقدام نيوكاسل فريق ان شاء الله ليستر يحقق اهداف كثيرة في هذه المباراة، نتمنى يعني هذا المفروض يعني يصير. بالنسبة لو أني قررت ندير أي انتقالات، زي ما تشوف أنا عندي انتقالين مجانيين لأن الجولة اللي فاتت ما درتش أي تغيير، وعندي 2.7 مليون احتياط. مش عارف صراحة، نتمنى يعني تعطوني اقتراحاتكم في اللاعبين اللي ممكن نجيبهم. أنا بصراحة نبي ندير انتقال واحد، نبي نحتفظ في بانتقال للجولة القادمة. لو عندكم لاعبين تقترحوهم علي أني نجيبهم اكتبوا لي في التعليقات، نستنى في نصائحكم. في حاجة ضروري نحطها في الاعتبار أعزائي المتابعين، اللي هي هذه توب ترانسفيرز إن توب ترانسفيرز اوت، يعني اللاعبين الاكثر شراء حتى الان واللاعبين الاكثر بيعا حتى الان. هذا مهم جدا، يعطيك فكره يعني من اللاعب اللي تجيبه واللي يساعدك في انك تكسب بعض الاموال منه. يعني في سبيل المثال اللاعب تراوري، من الواضح أن العديد من المدربين يقومون بشرائه حاليا، فلو في حد شاريه من مبارتين فاتوا فأكيد يعني حيكون كسب بعض الأموال منه.
نفس الشيء يعني تكون زي ما تشوف هنا كيلي سعره 4.4، في البداية كان سعره 4.1، أنا ربحت منه فلوس، ربحت منه 2 مليون، 1 مليون عفوا. زي ما تشوف هنا جوميز بحكم أنه ما تب مش جاهز للعب، فالعديد من المدربين يقومون بشراء جوميز. ونفس الشيء بالنسبة للاعبين اللي يتم بيعهم، يعني في حال يعني لو مثلا عندك على سبيل المثال سون كان سعره 10.1، شوفوا قديش نزل 0.3 مليون. يعني لو في حد مازال محتفظ بسون حيكون خسر فيه 3 مليون. وأنا بصراحة بعت سون من البداية، فبالتالي الأموال اللي كسبتهم منها ما خسرتهمش، لأنه هو مدة الغياب 3 مباريات بصراحة مدة طويلة على ما أعتقد. على كل حال هذه هي التشكيلة اللي ممكن نبدأ بها الجولة 21. زي ما قلت لكم لو في حد عنده لاعبين يقترحهم علي أن نجيبهم، أو ربما ما فيش داعي نقوم بأي تغيير، ياريت تكتبوا لي رأيكم في التعليقات. بالتوفيق لكم في الجولة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.